السلام عليكم، معكم ياسين زهران عضو اللجنه الوطنيه ضحايا المسيحه للمحاماه. كما كتشوفوا حنا الان امام يعني رئاسه النيابه العامه، هو السبب هو اننا تقدمنا بطلب اخراج شكايه من الحفظ، يعني بما اننا تقدمنا بشكايه في السابق من اجل الخروقات والفساد في امتحان المحاماه، قامت محكمه النقد او النيابه العامه بحفظ الشكايه، ولكن في التعليل الحفظ يعني لم تتطرق لجميع الخروقات التي جئنا بها، فقط يعني تحدث عن خرق واحد وهو يعني تغيير الارقام. فنحن الان جينا اننا نحط واحد الطلب ديال اخراج الشكايه من الحفظ بناء على مجموعه ديال المستجدات. قلنا للنيابه العامه عاودي النظر في هذاك قرار ديال الحفظ لانه يعني ليس مبني على اساس سليم، والخروقات ثابته وخروقات حقيقيه وخروقات يعني اصبح يعني يتحدث عنها الجميع. وكذلك بنينا هذا الطلب ديال الاخراج من الحفظ على توصيات وسط المملكه او تدخل وسط المملكه ان صح التعبير، فتدخل وسط المملكه في هذا الملف يؤكد الخروقات مما لا يدع مجالا للشك. فتدخل وسط المملكة وتفعيله المبادرة التلقائية التي إذا عدنا للنظام الداخلي التي تحدث على تفعيل المبادرة التلقائية نجدها تفعل حينما تقوم الإدارة بسلوكات مخالفة للقانون أو مخالفة لمبادئ العدل والإنصاف، وهذا هو ما دفع وسط المملكة للتدخل، وهذا كذلك ما يؤكد هذه الخروقات. وعلى أساسها تقدم للنيابة العامة بطلب إخراج الشكاية من الحفظ وإعادة التحقيق في هذا الملف من أجل إحقاق الحق وتطبيق العدالة. يعني مستمرين من حيث الاجراءات، قمنا يعني بمجموعه ديال الامور، يعني الان كنا مشتغلين من حيث الاجراءات القضائيه، وكذلك اردنا ان نحيل الملف من محكمه النقد الى المحكمه الاداريه، كذلك راسلنا يعني صاحب الجلاله حول جميع هذه الخروقات. ف يعني سؤالك حول الوقفات فلم نجد اذانا صاغيه، فيعني كتوقف وكت يعني كتضل كتغوت في الشارع العام، ما كاينش يعني واحد التحرك. قلنا اجي نختبر المؤسسات وندعو على المحك ونشوف يعني واش حنايا يعني دولة مؤسسات كما يقال في الإعلام أو لا، يعني أو لا أن هذه المسألة تبقى حبرا على ورق. لحد الآن نثق في المؤسسات ونثق فيها ونأمل خيرا أن تفعل آلياتها الدستورية من أجل أن تضرب بيد من حديد على كل الفاسدين والمفسدين الذين يريدون أن يرسخوا لدولة السيبة، ومن أبرزهم على رأسهم هو وزير العدل الوهبي الذي جاء على رأس حزبه او الذي جاء على امانه امانه العامه ديال الحزب ديالو بالانقلاب. فكيف الذي حصل على الامانه العامه بالانقلاب ان ملفيه خيرا؟ فهذا لا 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 علاقه له لا بالوزاره ولا بالعدل ولا بالسياسه، يعني كل شيء يعني يخربه. ان الملف طويه، انا ما اعتقد هو ان وهبي هو الذي طويه ومساره السياسي هو الذي سيطوى، اما ملف امتحان المحاماه اصبح قضيه وسنترفع عليها الى اخر رمق وبكل الوسائل الممكنة. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا للمنابر الإعلامية التي واكبت هذه القضية منذ البداية ديالها. اليوم كما كتشوفوا نعود للنيابة العامة من أجل تقديم طلب الإخراج من الحفظ. هذا الطلب الإخراج من الحفظ اللي كيجي بعد ما تقدمنا بشكايات شكاية لرئاسة النيابة العامة، وكذلك تقدمنا بدعاوي بخصوص قضاء الإلغاء من أجل إلغاء امتحان المحاماة. أكيد أن الرأي العام ووسائل الإعلام وقفت على واحد المجموعة ديال الخروقات، واحد المجموعة ديال الخروقات والجرائم التي لا حصر لها اللي كنا احنا ضحايا ديالها، بخصوص التزوير، بخصوص النفوذ واستغلال النفوذ وتضارب المصالح. شفنا كيفاش أن وزير العدل نجح الأبناء ديالو والمقربين منه ودار واحد الوزيعة سياسية وعائلية طغى فيها الحزب ديالو والشبيبه ديالهم. شفنا مجموعه ديال الامور اللي كانت تتنافى مع المبادئ الدستوريه ديال الشفافيه وديال مبدا تكافؤ الفرص والاستحقاق. لذلك حنا تقدمنا للنيابه العامه لرئاسه النيابه العامه بطلب الاخراج من الحفظ بخصوص الشكايه اللي تقدمنا بها سابقا. هذه الشكايه التي كانت تتضمن مجموعه من الخروقات، للاسف التعليل ديال الحفظ ديال قرار الحفظ يعني كان تعليلا حسب راينا هو تعليل غير كافي وتعليل غير مقنع. لماذا؟ لانه هذا القرار ديال الحفظ كان واحد كوبي كولي من طرف الرد ديال وزاره العدل، اللي هو انه وقع خطا في الترتيب ديال الارقام. كيف يعقل ان وزاره العدل غتوقع في خطا وكل واحد عنده الرقم ديال الاستدعاء ديالو خاص به وغتعطي ارقام ديال الاستدعاء لناس اخرين؟ ويا للصدفه ويا للعجب ان هاد الناس اللي وقعت خطا
اللي وقعت خطا وبدلت الارقام ديالهم هما ناس اللي ناجحين. وكيف يعقل انه وزير العدل كيقول لك انني سجلت ناس في الليله ديال الامتحان يعني خارج الوقت القانوني يعني بدون تكافؤ فرص بدون انه يدير واحد الاعلان اللي غيستافدوا منه العامه ديال الطلبه اللي ما قدروش انهم يتسجلوا في الوقت القانوني؟ كيفاش وزير العدل خرق كل شيء المواد ديال القانون المنظم الامتحان ديال المحاماه ولا حاسب ولا رقيب له؟ اذا هنا كنحسوا انه المعالجه ديال هذا الملف هي معالجه سياسيه اكثر مما هي قانونيه، وحنا كنطالبوا فقط بانفاذ القانون بان تكون واحد المعالجه قانونيه ومعالجه اللي كتحترم القانون بدون انه ما تكون واحد الارهاصات ولا تخوفات من انعكاسات سياسيه ولا تكون هناك حسابات سياسيه، لانه لا يعقل انه اليوم كنشوفوا انه واحد المسؤول سياسي كيعبث بالمصالح ديال المواطنين كيغرق مهنه المحاماه بناس اللي لا علاقه لهم بهذه المهنه، ناس الذين لا يفقهون شيئا في القانون فقط لان انهم ابناء النافذين وابناء سياسيين وابناء بعض النافذين في المهن القانونيه والقضائيه كيدوزوا. اليوم احنا كنحتاجوا انه تكون واحد اللجنه مشرفه على الامتحانات العموميه وخصوصا على الامتحانات ديال وزاره العدل ولا سيما امتحان المحاماه اللي هي مهنه حره ولا خاص تدوز في اطار واحد اللجنه مستقله وفي اطار كما كان كيقولوا المعهد. المعهد كان خصو يدار قبل هذا الامتحان وكان خصو يتلائم هذا الشيء مع القوانين الجديده، ماشي المعهد حتى تدوز ولادك وتدوز المقربين ليك كتلقى واحد غير الكنيه ديال وزير العدل عمرها تما وفي الاخير هو كيخرج الاعلام كيقول لك هذوك راه ما كيجونيش من العائله، في حين انه كاينين الابناء تما ديالو كاينين المقربين ديالو. اذا هذا السيد كيكذب لانه عارف شنو دار ولانه كاين تضارب ديال المصالح. حنا كنقولوا ان هذا قرار الحفظ، لماذا هذا قرار الحفظ ما جاش بالتعليل ديال كيفاش مدير مركزي ومسؤولين بوزارة العدل اجتازوا امتحان المحاماة في تضارب صارخ المصالح وفي استغلال النفوذ؟ هذه الجريمة هذه اللي قام بصياغة هذا القرار ديال التعليل، علاش ما ضمنش هذه الخروقات هذو؟ علاش ما جاوبناش على مجموعة ديال الإشكاليات ومجموعة ديال الخروقات اللي تقدمنا بها واللي تطرق لها الإعلام واللي تطرق لها الرأي العام؟ إذا حنا القضية ديالنا قضية واضحة، لكن للأسف كاين واحد التخوف من أنه يكون واحد الإدانة لوزير العدل والمتورطين معاه، لأنه للأسف هذا الإشراف على هذا الامتحان كان مجموعة من التواطؤ من طرف جهات، مجموعة من المسؤولين النافذين، مجموعة من المسؤولين في المهن القانونية والقضائية. لذلك كنتمناو أنه يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة ويتم محاسبة وهبي. حنا الإقالة ديال وهبي ماشي هي المطلب ديالنا، لكن هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذه المبادئ الدستورية والقانونية اللي لازم أنها تنفذ، وأنه القانون ما يبقاش حبر على الورق، وأن هذه المؤسسات خاصها تصر على التنفيذ ديال القانون على محاسبة كل المتورطين، لا أنه يتم الإفلات من العقاب ديال مجموعة من المسؤولين الفاسدين ومجموعة اللي كيعبثوا بالمصير ديال الشباب وديال الأبناء والكفاءات ديال هذا الوطن، واللي كنشوفوا الانتهازيه والمحسوبيه والزبونيه ومجموعه ديال الامور اللي كتجعلنا كتضرب في السوق. وللاسف هذا الشيء غتكون عنده انعكاسات سلبيه، لان الا ما نصفطناش المؤسسات ديال البلاد شنو هي المؤسسات اللي غتنصفنا؟ في الوقت اللي حنا طلبه ديال القانون وديال الحقوق كنامنوا بالقانون كنامنوا بالدفاع على الحقوق ديالنا وفي الاخير ما كنلقاوش اللي نصفنا. اذا هنا راه تطرح اكثر من علامه استفهام حول المؤسسات ديال هذه البلاد وحول انفاذ القانون باش انه ما يبقاش فقط مجرد حبر على ورق، وانه يتم الانفاذ ديالو بشكل حقيقي وتم انصاف المتضررين، والا انه غادي تفتح واحد الباب ديال العبث، واحد الباب ديال التلاعب بالمصير ديال ابناء الشعب وديال المواطنين.